السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الدراسات الاجتماعية. سوف نستكمل اليوم دروس الوحدة الثانية بعنوان الدولة الأموية في الأندلس. نتناول الدرس الأول قيام الدولة الأموية الجزء الثالث. دعونا معا نستمع إلى رؤية المدرسة. رؤية المدرسة قيمتنا الشهرية حبيباتي لهذا الشهر هي قيمة المشاركة، أما القيمة الأسبوعية وهي قيمة الصدق. وعلينا بالصدق في قولا وقيلا أو قولا وفعلا، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالصدق، حيث قال في أحاديثه الشريفة: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لذلك يجب علينا أن نتحرى الصدق في أقوالنا وأفعالنا. الآن حبيباتي، مع الإجراءات الاحترازية التي يجب أن نتبعها للحفاظ على سلامتنا وسلامة دولتنا الحبيبة قطر، حيث يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، ويمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، وغسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. في الدرس السابق حبيباتي درسنا أقسام الدولة الأموية في الأندلس، حيث انقسمت الدولة الأموية إلى عدة عصور مثل عصر الولاة وعصر الدولة الأموية بالأندلس وعصر ملوك الطوائف المرابطون بالأندلس والموحدون بالأندلس وعصر مملكة غرناطة. تناولنا الدولة الأموية بالأندلس. هذا العصر انقسم إلى عصرين، هما عصر الإمارة وعصر الخلافة. نتناول اليوم عصر الخلافة. هدفنا لهذه الحصة، في نهاية الحصة حبيبتي أتوقع منك أن تكوني قادرة على أن تذكري فترة الخلافة. هدفنا لهذه الحصة هي أن تذكر الطالبة فترة الخلافة الأموية، تعدد أعمال عبد الرحمن بن محمد الثالث، وأن تذكر تاريخ نهاية عصر الخلافة. درسنا من قبل أن الدولة الأموية تنقسم إلى عصر الإمارة والذي بدأ في عام 138 هجريًا وانتهى في عام 316 هجريا. أما عصر الخلافة فهو بدأ في عام 316 هجريا وانتهى في عام 422 هجريا. عصر الخلافة هنا كان هذا العصر يمثل عهد عبد الرحمن بن محمد الثالث الناصر، قمة العصر الذهبي للدولة الأموية في الأندلس، حيث تولى عصر الإمارة في ظل ظروف صعبة ومعقدة، حيث أرهقت الثورات والانقسامات البلاد، واستطاع أن يوحد الأندلس واتخذ لنفسه لقب خليفة عام 316. لذلك سمي هذا العصر بعصر الخليفة. ثم حكم من بعده ابنه الحكم المستنصر، وازدهرت الدولة في عهده، وبعد وفاته بدأت الدولة تضعف حتى سقطت الخلافة الأموية في عام 422. الآن حبيباتي نقرأ هذه الفقرة ونضيفها إلى قاموسنا المعلوماتي، حيث أن مكتبة الحكم المستنصر بالله كان الحكم محبا للعلوم مكرما لأهلها، جمع من أنواع الكتب في مكتبته ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله، وقد احتوت المكتبة على معظم عناوين المعارف مثل التاريخ والجغرافيا واللغة والآداب والفقه والطب والفلك وعلم الكلام. الآن حبيباتي نذكر تاريخ فترة عصر الخلافة، حيث بدأ عصر الخلافة في العام 316 هجريا وانتهى بانتهاء عصر الدولة الأموية بالأندلس عام 422 هجريا. الآن حبيباتي نتعلم أو نتعرف على أعمال عبد الرحمن بن محمد الناصر، حيث قام بتوحيد الدولة والقضاء على الثورات الداخلية، حيث كانت هذه الثورات هي سبب ضعف عصر الإمارة، لذلك استطاع في تأسيس عصر جديد وهو عصر الخلافة. قام أيضا باهتمام بالجيش والشرطة والبحرية، واهتم بالحركة العلمية وبنى مكتبة قرطبة. والآن هيا بنا نفتح كتابنا المدرسي صفحة 49 ونقرأ هذه الفقرة ونجيب على هذه الأسئلة. طفولة عبد الرحمن بن محمد الناصر.
نشأ عبد الرحمن بن محمد يتيما وتولى تربيته جده الأمير عبد الله، وكان فتى شديد النجابة والنبوة، ورغم حداثة سنه فقد تفوق في العلوم والمعارف ودرس القرآن والسنة وهو طفل لم يتجاوز 10، وبرع في النحو والشعر والتاريخ، وكان ماهرا في الفنون الحرب والفروسية، وكان جده يرشحه لمختلف المهام وجلوسه مكانه في بعض الأيام لتدريبه على الإدارة. الآن نجيب على هذه الأسئلة، وهو اذكر العلوم التي تمكن من دراستها عبد الرحمن الناصر. نعم أحسنتم، تعلم القرآن والسنة وأيضا درع في النحو والشعر والتاريخ. ما المهارات التي اكتسبها عبد الرحمن بن محمد؟ اكتسب فنون الحرب والفروسية، وكان جده أيضا يرشحه لمختلف المهام. الآن نفتح كتابنا المدرسي صفحة 51 ونجيب على السؤال الأول رقم 2. بنيت مكتبة قرطبة في عهد عبد الرحمن الداخل، هشام بن عبد الرحمن، عبد الرحمن الناصر أم المستنصر بن عبد الرحمن؟ نعم أحسنتم، هو عبد الرحمن الناصر، وكان ذلك دليل على اهتمامه بالحركة العلمية في الدولة الأموية في الأندلس. الآن ننتقل إلى صفحة 53 أو 52، الإجابة على السؤال الثاني رقم 2. عدد أهم عبد الرحمن أو أهم أعمال عبد الرحمن الناصر. قام بتوحيد الدولة والقضاء على الثورات الداخلية، كما اهتم بالجيش والشرطة والبحرية. اهتم أيضا بالحركة العلمية، فقام بتأسيس مكتبة قرطبة. الآن حبيباتي، في هذا الدرس درسنا أهم أعمال عبد الرحمن بن محمد الناصر التي تمثلت في توحيد الدولة والقضاء على الثورات الداخلية. اهتم بالجيش والشرطة والبحرية، اهتم بالحركة العلمية، وبنى مكتبة قرطبة. اذكري تاريخ بداية عصر الخلافة. بدأ عصر الخلافة في عام 316 هجريا، انتهى في عام 422 هجريا. وتنتهي حصتنا لهذا اليوم، وأتمنى لكم النجاح.